مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من لايف المشاهير. اكيد اللي عم تابعونا كل يوم على قناه الشروق من يوم الاحد الى الخميس، مو كل يوم مشان يزين هي اكيد دائما بلايف المشاهير اخر الحصريات، اخر الاخبار الفنيه والحصريات دائما بتلقوها عنا، ودائما نبدا حلقتنا باهم عناوين حلقه اليوم. بهجة رحال لازم نحافظوا على موروثنا، نصيحتي للفنانين التكوين، والجمهور هو اللي يحكم شكون الأفضل. زهر الدين جواد ضيف برنامج لايف المشاهير وصور حصرية من فيلم بالعرج اللي عم يشارك ببطولته. والأخبار الجديدة والسريعة والخفيفة للنوت الجديدة ساحة الفنانين تعرفوها ليها، ودايما في كويك المشاهير. أطلقت داليا شيح أغنية جديدة بعنوان بلادي لتعبر فيها عن حبها وعن اشتياقها للجزائر، خاصة ولأنها مقيمة في ديار الغربة وأيضا تروج من خلاله للسياحة في الجزائر. وإلى أول تصريحات حلقتنا اليوم أكيد مع الفنانة بهجة رحال اللي تلاقيتها على خلفية الحفل أكيد اللي أقامته في قاعة ابن زيدون وحضرنا عليه البارح وشفنا أجواء الحفل، ولكن أكيد حاورتها أنا وحكينا عن أكثر من نقطة وسقصيتها عن أكيد في ظل محاولات السرقة للتراث الجزائري في آخر أعوامه وعلى مدار أعوام، بس خاصة في الفترة الأخيرة سقصيتها أنه شو هو الدور الجزائريين، وهي كسفيرة للغناء والموسيقى الأندلسية الجزائرية شو دورنا لحتى نقدر نحافظ على هذا التراث. نروح نشوف شو جاوبتني. اليوم شايفينك أكيد متزينة بخيط الروح والكراك، وأنت مزينتيهم أيضا، ودائما ما قلتي أنه دائما لازم الإرث اللي نتوارثه من الأجيال اللي قبلنا نحافظ عليه ونقدمه مثل ما هو. بظل الفترة الأخيرة والأعوام الأخيرة شفنا كثير تعدي على الإرث الجزائري، إن كان بالموسيقى ولا إن كان بالأنبسة التقليدية ولا حتى بالمأكولات، كجزائريين شو المفترض أنه الخطوات اللي لازم نعملوها لحتى نحافظ على هذا؟ شوف إحنا واش العمل تاعنا اللي لازم يعني باش نحافظوا على التراث تاعنا في الاكل، في اللباس، في الموسيقى، في الالات الموسيقيه كذلك. يعني كل واحد منا يعمل ويجتهد في هذا، يعني المحافظه على واش تحصل عليه من هذا التراث، وهذيك من بعد يعني يولي يا بلو دانجي. حضرتك حصلتي على الالقاب كثيره، أعطينا رأيك بهذه الألقاب، شو هي الأحقية اللي بتصير الألقاب، وأيضا كمان الصحافة، الصحافة وبعض الناس كثير بيحاولوا بيروحوا إلى المقارنة بين الفنانين، من الفنان الأفضل في هذا النوع، من الفنان الأفضل في الأندلسي، من الممثل الأفضل على سبيل المثال، فشو رأيك بهذه المقارنات والألقاب اللي بيطلقوها؟ معليش شوف كما مثلا في الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية يعني ما نغنيوهاش، يعزفوها فقط أداء، عندهم يعني دي سانفوني شوبان موزار بيتوفن شتروس اتسيتيرا، يعني هما يؤديو هذوك لي سانفوني. لكن خطرات انا نقول نفضل هاد يعني هاد شيف دوركستر على واحد اخر، خاطر سمعتو يعني الاداء ماهوش كيف كيف. في الموسيقى الاندلسيه نفس الشيء، التراث راه هنا حنا نأديوه، اذا من بعد الجمهور هو يخير، يقدر يقول انا نفضل الاداء تاع مثلا بهجة رحال، واحد اخر يقول لك لا لا انا نفضل الاداء واحد اخر، يعني الجمهور هو اللي يخير. وايضا قدمت نصيحه للجيل الجديد اللي عم يتعلم وعم يتكون بهذا النوع من الغناء بالغناء الاندلسي، نروح نشوف شو هي كانت النصيحه. شوفي من الجيل الجديد ما زال محافظ على الغناء الاندلسي بتقليده باصالته؟ في الجيل الجديد كاينين، لكن انا واش نقدر نعطي لهم؟ نقدر نعطي لهم نصيحه، بما انهم يعني كاين بزاف اللي مازالهم يتعلموا، مازال ما بداوش في الاحتراف، نقول لهم ما يتسرعوش، خاطر يعني التكوين في هذا المجال بحر بحور،
إذن إلى ما يتسرحش راح يتكون أحسن تكوين، ومن بعد عند ما يقول خلاص يعني نجوز للإحتراف يكون ديجا يعني التكوين ديالو متين، ويقدر من بعد كيقابل الجمهور. خطر ما نقدرش أنا نقابل الجمهور بنوبة ولا زوج نوبات ولا ثلاثة، لازم يكون عندي عديد من النوبات اللي نقدر مثلا مانيش في حفل يعني نحضر البرنامج ديالي، سي با د لامبروفيزاسيون، لكن كنكون في سهرة عائلية، سهرة يعني بريفي، يقدر واحد في هذوك الحاضرين يقول لي أدينا نوبة في طبع مثلا في طبع السيكا ولا في طبع المزموم ولا بالك مازال ما تعلمتهاش، نقولوا ما نعرفهاش ما تجيش. إذا لازم قبل ما نبدأ في الاحتراف نكون مكونة أحسن تكوين. بما أنه جبتي سيرة الطبوع، حضرتك 28 ألبوم صح؟ نعم. 28 ألبوم قدمت فيهم كل الطبوع، وأيضا كمان مزجتي ما بين الطبوع بألبومات أخرى، هل ممكن نشوفه بيوم ما تعاون مع فنانين بيأدوا أنواع أخرى غير الأندلسي؟ ممكن نشوفه مزج بين الأندلسي وأنواع أخرى؟ أنا عملتها يعني من غير، كنت سجلت 12 نوبة ومن بعد سجلت 12 أخرى، واحد 12 أخرى يعني في نفس الطبوع، ومن بعد سجلت المزج كما تكلمت عليه. لكن المزج ماهوش يعني أنا يعني قررت قلت هيا ندير مزج بين طبع وطبع واحد آخر، هذا خطر مدون في الديوان تاعنا تاع الموسيقى الأندلسية، مدون باللي المزج كما غنيته اليوم بين طبع الغريب وطبع الزيدان يتمزج. لكن من بعد هادو لي ديو كلش عملت شحال من ديو يعني في اوروبا مع موسيقيين وحتى مغنيين، اذا فنانين اسبانيين ايطاليين فرنسيين وواحد اخرين، وين يعني انتر دو ميوزيك هكذا انسيسترال يعني موسيقى تقليديه جزائريه وموسيقى اسبانيه مثلا، مزجناهم باش كل واحد منا يتعرف على الموسيقى التقليديه تاع الاخر، وخرج يعني الحمد لله نتيجة مليحة. حصل لي حتى شرف وين غنيت وكنت مرافقيني 170 تلميذ صغار أطفال تاع هادو لي كونسيرفاتوار تاع في أوروبا في فرنسا. ألوغ شوف يعني كيفاش الفرحة ديالي والشرف كي يكون دراري كيما هادو اللي رانا نشوفوهم هنا صغار يرافقوني، خاطر بعثت لهم من قبل بعض الاغاني الاندلسيه تعلموهم مع الاساتذه تاعهم تاع المعهد الموسيقي، ومن بعد هما اللي رافقوني في الحفل. حاجه خارقه على العاده. مكملين دائما مع الفن والفنانين واخبار الفنانين، كما تعودتوا دائما نجيب لكم اخبار الفنانين وجديد، خاصه واش يكونوا يحضروا حصريا صورهم واعمالهم في برنامج لايف المشاهير. دونك كاين جديد لازم نديروا اتصال مع الفنان، درنا اتصال على المباشر مع الممثل زهر الدين جواد اللي راه على المباشر معنا، نقولوا الو مساء الخير. مساء الخير نيفين، مساء الخير كريم، مساء الخير متابعي قناة شروق، وتحية للزملاء في قناة شروق. مساء الخير زهر، ومرحبا بك معنا في برنامج لايف المشاهير على المباشر. الله يسلمك، شكرا. زهر احنا مادام عيطنا لك على بالنا بلي عندك جديد وعندك واش راك تحضر، تسمى مادا بينا تعطينا كامل سكوبات. ديما قديت لكم شي جديد كاع عندكم، دونك لازم نكملوا فيها ونحكوا لكم واش كاين. زهر في البداية على بالنا بمناسبة ستينيات الاستقلال راكم تحضروا في فيلم تاريخي باللي اسمه بالعرج. اكزاكتومون. فما دابا تحكي لنا أكثر عليه وعن الدور تاعك. انتهينا من التصوير تاع الفيلم القصير بالعرج منذ حوالي أسبوع وشوية. التصوير كان بين جزائر العاصمة ومدينة مليانة. الاستوار خيالية يعني قصة خيالية كانت في سنوات الخمسينات يعني قبيل اندلاع الثورة بفترة زمنية صغيرة. أكيد الحكاية عندها علاقة بالثورة، دوك ما نقدرش ندخل لكم في التفاصيل باسكو هاكا نحرقوا. وأنا نشوف الصور راهي تمر تاني زهرون. فوالا دونك هذه هي، كان عندي شخصية شوية سبيسيال. كيفاش سبيسيال يعني؟ عطينا شو لاتوش سبيسيال تاع زهرو في الفيلم؟
كملت في شخصيه شويه شريره، يعني شخصيه ما نعطيكم برك سكوب صغير وعندي صغير، ما هي شخصيه محبوبه بزاف في الفيلم، ولكن تقعد شخصيه والممثل لازم يؤدي كل الادوار. وهذه يعني في هذا الفيلم القصير اللي كان مع المخرج خالد بوناب ومع المنتجة نوى العرفاوي شركة نو آر، وكانت يعني فريق شبابي كيما الهاشمي مستور راشد اللي كانوا في المساعدين مخرجين، كذلك كان معنا ممثلين ما شاء الله، يعني كان بوصوف جودي نصر الدين بلال غزال المعروف بلال بيتشيتشي، كان يعني فريق شبابي صح من تحت واحد. أنا عطيتك لي سكوب نيفين سميت لك قال كاستين. زهر الدين، أكيد بدنا نحكي كمان عن مرورك اللي كان في رمضان بعمل عين الجنة اللي هو تأخر لحتى نعرض، بس بعد ما نعرض كان في عنده أصداء إيجابية جدا من الناس اللي شافته. الحمد لله مسلسل عين الجنة حاجة الأولى، يعني مسلسل كان بالك الناس تشهد هذا الأمر أنه تم تصويره سنة 2020 تماما 2021 عفوا، والديفيزا حتى رمضان 2023، يعني تأخر البتاعه لسنتين لأسباب خارجة عن نطاق يعني الممثلين وطاقم الزهر. وخليني نقول لك أنه صحيح كما قال لك زميلي المسلسل هذايا عين الجنة حباته الناس بزاف وتفاعلت معاه، لكن ما لقاش النجاح تاعو بالك كما كنتوا حابين أنتم، وكان يبث في وقت يعني مليح الناس تكون فطرت كملت وراي تستنى باش تشوف، فشنو هي الأسباب تاع عين الجنة ما داش النجاح اللي كان لازم؟ هي على كل حال فين مقياس النجاح ولا يتغير، لانه الناس دروا كاين يقيس النجاح على اليوتيوب، كاين يقيس النجاح على عدد المشاهدات، كاين يقيس النجاح بالكونتاكت ديريكت يعني لما يخرج للشارع، كاين يقيسوا في المجال الفني يعني لي زيكو اللي يكونوا في المجال الفني. احنا الحمد لله يعني العمل خاصه بالك في المجال الفني ولا في كونتاكت في الشارع كان حسينا بنجاح، ممكن ما وصلش لودونس تاع مسلسلات اخرين، بالك ما كاش عنده ترويج بصفه كامله كيما كانوا اعمال اخرين، ما كاش عنده بوست في اليوتيوب كيما اعمال اخرين. ما يخفالكمش بلي هاد الامور ولات مهمه جدا، لانه كان مسابقه كيما يقولوا تسابق بين الاعمال، وكان تماما المشكله هي كانت في الانتشار، هي المشكله ماشي في النوعيه، ممكن اكيد ممكن يكون سبب يعني ما كاش كاين ترويج كبير للعمل من قبل، وحتى يعني انه التاخير اللي كان لمده سنتين ممكن عرقل شويه الانونسي تاع البروجي في الفونت كونت تاع العمل، نظن يعني من هذو الاسباب. ولكن رغم هذا، رغم انه عنده 15 حلقه فقط يعني ما كانش طيل شهر رمضان، كان في الاسبوعين الاولى تاع رمضان، ولكن الحمد لله يعني كانوا عندنا اصداء ايجابيه وروتور بوزيتيف الحمد لله. زهرو معلش في نقطة بس نحكيها، انه هو كان يعرض على قناة كمان الجيري اكيد اللي هي موجهة للمغتربين اللي موجودين خارج الجزائر، فهل كمان هذا سبب انه هو كان المحطة ممكن الجمهور في الجزائر يمكن ما بيشوف كثير، يعني كمان هذا ممكن يكون سبب من الاسباب؟ والله نظن كانت كاينة اعادة في القنوات الاخرى، يعني القناة السادسة والقناة الارضية نظن اوكي انا كنت نشوفه في يوتيوب باش ما نكذبش، كنت نشوفه في يوتيوب اوكي، لانه وقت الفطور وكون نفطر كان يجي يستمع الفطور، وكنت يعني شويه مشغول في هذاك الوقت، كنت يعني نصور في عمل اخر، يعني ما كنتش فريمون في هذاك الوقت يعني امام التلفاز، ولكن نظن كان كاين اعادات في قنوات اخرى. يبقى عمل ممكن ما وصلش لابعد الحدود في الموسم الاول، ممكن يكون كاين موسم ثاني اللي يدير بز ان شاء الله بلي سما. هل زهروا راه يكشف عبر برنامج لايف المشاهير انه في احتمال يكون عند جنة موسم ثاني؟ احتمال وي كاين احتمال، علاش لا؟ يعني اصداء ايجابيه حتى من عند يعني التلفزيون الجزائري، نظن كانوا ساتيسفي بزاف بالعمل على حساب واش سمعت من يعني من فريق الانتاج تو، ونظن ممكن تكون كاين احتمال، يعني تعرفوا بلي رمضان مليء بالمفاجات طبعا الحضار. ما تقدرش ان تلزم ولا تصرح تقول اوكي كاين موسم ثاني، نظن المخولين بهذا الشيء هما المنتجه منتجه العمل والقناه اللي تبت العمل هما اللي يقدروا يقولوا لنا لا كاين موسم ثاني ولا لا. حنا كممثلين رانا متحمسين تكون موسم ثاني باسكو تجربه اكثر من رائعه مسلسل عين. حنا نقول لكم بالتوفيق، وكان نهضوا على عين جنه شفنا الفنانه الكبيره اللي نحبوها كامل مليكه بالبي اللي كانت دارت لكم بوست وكانت شجعتكم في الانستغرام وكانت دعمتكم ثاني، واش رايك انت في هذا البوست وهذا الدعم من عند الفنانين في الساحه الفنيه؟ مشكوره بزاف الممثله والزميله الفنانه الكبيره مليكه بالباي
كانت من اول الداعمين لهذا العمل، وماشي غير هي، كان كاين بزاف ممثلين اللي شغل عجبهم بزاف مسلسل عين الجنة، وتقريبا الجميع اجمع ان هذا العمل ما خداش حقه، بالك في الترويج ولا يعني كاين ناس ما شافتوش. ما نساوش باللي في رمضان انا شوي كونتر هذه العفسه شويه، كي على العام ما كان والو، من بعد كيجي رمضان حطوا 20 عمل، ومن بعد المشاهد الجزائري ولا الناس ما يقدروش يشوفوا كلش. تماما، هذه نقطة دائما زهر بنهضر فيها، انه الاعمال دائما منحصرة في شهر رمضان، يعني خارج رمضان ما كاش انتاج درامي او تلفزيوني. انا نقول هذه غلطة كبيرة، راني نشوف باللي حتى في البرامج التلفزيونية ولا في البرامج الاخرى راه عندنا ركود في السمع البصري بعد شهر رمضان، وكان هذا الشيء غلط. ويعني من حسن حظنا انه كان مازال برامج كيما لايف مشاهير اللي استمرت مور، يعني نحييكم، استمرت على العام يعني بعد شهر رمضان، لانه انتم راكم تحكوا على الاعمال وتروجوا لهم وراكم مهتمين بالمجال الثقافي، وهذا الشيء نظن مهم، لانه انا نشوف باللي المشاهد ما راحش يدير بوز من التلفزيون بعد شهر رمضان، راح يقعد يتفرج وراح يكونسومي لي ديميسيون ولا لي سيري، لا بروف كو اغلب الجمهور راهو يروح في الليل يدير نتفليكس. زهر، بما انه زهر وعلى بالك الوقت ما يكفيناش حنا باش نسقسيو كاع، عندنا بزاف اسئله. بما انك راك تتكلم على البرامج اللي لازم يكملوا، لازم يكونوا يشوفوهم، برنامجك كابوتشينو اللي لقى تفاعل بزاف والناس كامل حباتو، والفنانين والاسماء الكبيره اللي كانت حاضره فيه واللي داروا بوز، وانت ما كنتش تحوس على البوز، لانه كنا نشوفوا بزاف حصص اللي تجيبوا فنانين باش يديروا بهم البوز بالاسئله يتو. لكن انت بالانسانيه تاعك وبالاسئله تاعك، واللي كان برنامج بزاف شباب والناس حباتو، وقدرت يعني دير انتوش تاعك ودير لو بوز. شكرا على الشهاده تاعك نيفين، يعني كي تجي من عندك المعنى حاجه تفرح، يعني صافي بليزير. برنامج كابوتشينو، انا عندي دو كاسكيت، عندي الكاسكيت الاولى تاع ممثل وفنان، والكاسكيت الدوزيام اللي هو زميل تاعكم اعلامي. معناتها انا جميع الضيوف تقريبا سواء مثلوا معايا من قبل، سواء زملاء في المهنه بالك في الاعلام ولا في التمثيل ولا بالك حتى انا عندي علاقه مع الرياضه، نحب الرياضه كاين لاعبين كره قدم اكسيتيرا. هذه هي بالك اللي سهلت لي المهمه، انه كنت يعني سبونطاني معاهم باسكو نعرفهم خارج التصوير. يعني قليل يجيني ضيف ما نعرفوش في خارج البلاطو، اغلبيتهم يعني سواء اصدقاء سواء اشتغلنا مع بعض سواء تلاقينا من قبل في دي زيفينمون. هذو هما الامور اللي خلات ربما لي سيليبريتي اللي جاوا الكابوتشينو اغلب الحلقات يكون عندها قبول عند الجمهور وقبول في وبالك لا سبونتانيتي تاعك ثاني زهر، ولا سبونتانيتي خلوها للجمهور هذيك. نشكر روحي زهر، ما بقاش نشكر روحي زهر. شوف احنا ما بقالناش الوقت، بس كاين سؤال لازم اسالك اياه، لانه انت هلا قلت انه كاين زوج كاسكيتات، كاسكيته تاع التمثيل وكاسكيته تاع الاعلام، كاين كاسكيته واحده بس بحق لك تحتفظ فيها، اي واحده؟ سؤال جميل والله. راك تخيرني على السريع زهر، على السريع زهر، ما في عندك اي خيار غير خيار واحد. راك تخيرني بين شغل الام والزوجه. شغل خيار صعب جدا، ولكن عندي ميول اكثر للتمثيل اكثر من التنشيط. اوكي زهر، برك عندي سؤال برك على السريع من فضلك، وجاوبني على السريع لانه خلاص لي الوقت قبل ما يديروا لي لا بريسيون اكثر. زهر رانا نشوفوا بزاف فنانين يهضروا على الشلاليه في الدومين، يعني يقول لك يعيطوا غير لحبابهم ولا يعيطوا غير معرفتهم، وحنا ماناش نقدروا نخدموا نفس الاسماء اللي راهي تتعاود. انت واش رايك في هذه الفكره على السريع من فضلك؟ على السريع هذه اشياء كاين منها، احنا ما نعموش، كاين ناس ربما اللي دير ان فري كاستينغ وتجيب ناس اللي عندهم كفاءه واللي صح يمشوا مع السيناريو ولا مع العمل، وكاين للاسف نسبه لقله الانتاج ولات كاينه شويه المحسوبيه ولا لي فون تكت ولات. ونظن قبل ما نحاسبوا بالك الفاعلين اللي هما بالك المخرج ولا السيناريست ولا المنتج اللي ديسيدي، لازم تكون وفره انتاج باش يكونوا الفرص للجميع، وما يكونش كاين هذاك ربما بين قوسين الحسد ولا البغض ولا واحد يعس واحد، هذا خدم هذا ما خدمش، باسكو يحسن كل واحد. الناس هذوك كلهم راهم مبدعين ويحبوا يخرجوا الابداع تاعهم للجمهور تاعهم. وشكرا ويعطيكم الصحه. شكرا لك على زهر، نورتنا، ومع السلامه. بون كوراج. شكرا على السلامه. بنروحوا الى اللي بعده، في عندنا اتصال مسجل مع الفنانه منيره فيسا، واللي كانت اول تجربه لها بالاخراج المسرحي كانت كمساعده مخرج. بنروح نسمع شو خبرتنا بهذا الاتصال، تفاصيل اكثر. مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. والله تجربه مساعده اخراج كانت اول مره ليا،
يعني كانت تجربة فريدة من نوعها واللي تعلمت منها بزاف، وكان لي الشرف التعامل مع المخرج الفنان عمار بلقاسم اللي كان أستاذي وقتها بالمعهد، واليوم اجتمعنا في عمل واحد قهوة القالمي اللي دور أحداثه على هو عمل تاريخي دور أحداثه على الستينيات. كان لي الشرف لأنه خاصة هو من إنتاج المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي، وبهذه المناسبة نتشكر المدير المسرح محمد يحيى على هذه الثقة، والمدير الفني جمال قرمي أيضا على هذه الثقة اللي منحوها وعطوها لي، وخاصة نتشكر المخرج عمار بلقاسم لأنه أيضا كان ثقته فيا كبيرة وما خابش ظنه، وكنا مثل ما نقول كنا يد واحدة وعملنا كامل، كنا سهرين على هذا العمل يعني كنا وكل فريق العمل من ممثلين ومن تقنيين، يعني الحمد لله يا ربي. العرض كان ب 9 جوان يعني فات العرض، وكان فيه جمهور، كان إقبال الجمهور. للتوضيح أنه هذا العرض في 23 يوم حضرناه، يعني كان ضيق الوقت، وخاصة الأيام الأخيرة كان ضغط كبير علينا، على الممثلين، على السينوغراف، على الموسيقيين، على المخرج، ولكن الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة. والشيء الجميل أنه في هذا العرض كاين ممثلين بين جيلين، والحمد لله يا ربي أنه في 9 شهور كان العرض الشرفي. والآن إن شاء الله يا ربي بعد هذا كل شيء راح يكون عروض أخرى، ومثل ما نقولوا احنا يلا جينيرال يوم العرض الشرفي، انه ما نشوفوش دائما يوم العرض الشرفي، لانه بعد الجولات الفنيه وبعد ما يزيد العرض اكيد راح يكون في تشوف بعض التعديلات وين تقدر تزيد وين تقدر تنقص، نكونوا في المستوى، وراح تكون جوله فنيه في الشرق الجزائر والغرب والوسط والجنوب، وبعدها ما بعد ما ان شاء الله ما ندخلوا من الجوله الفنيه راح تكون ايضا عروض بالمسرح الوطني محي الدين بشتارزي. انتظرونا ومرحبا بكم وتشرفونا اكيد. والاخبار الفنيه في الساحه العربيه والعالم دائما تعرفوا لنا في فقرتنا مشاهير. أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل حول وزنها بعد أن نشرت صورة لها ظهرت فيها رشيقة، وتبين أن الصورة تم تعديلها بواسطة محبيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بعد انفصاله عن نجمة الغناء شاكيرا، لاعب كرة القدم السابق جيرار بيكي يخطط لعقد قرانه من كلاراشيا في غضون شهر، وأنه ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الخبر. طلبت عارضة الأزياء هايلي بالدوين من متابعيها ليوصل عددهم إلى 49.7 مليون على الإنستغرام التوقف عن مهاجمة المغنية الأمريكية سيلينا جوميز وترك التعليقات المسيئة على صفحتها، وحتى الساعة ما زالت سيلينا جوميز وهايلي بالدوين تتابعان بعضهما البعض على الإنستغرام. مشاهدينا الكرام، لحقنا إلى نهاية عددنا هذا اليوم. بقوا أوفياء دائما لقناة الشروق وكل برامج قناة الشروق والشروق نيوز. تهلاو في روحكم، تلقاو غدوة إن شاء الله في عادة جديدة وأخبار جديدة، ونخليكم أغنية غدر الزمان لأمين بابلون، ومع السلامة.